هؤلاء نسأل الله العافية اخترعوا أحاديث في العقل أن أول ما خلق الله العقل فقاله أقبل فأقبل، فقال ما خلقت خلقا أكرم عندي منك. هذا الحديث موضوع، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله وكذلك الألباني رحمه الله يقولان كل حديث في فضل العقل فهو حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.